اسمي جاسر درويش، مؤسس جمعية فكة. عاملين النهارده مؤتمر اسمه iDevelop او iDevelop كام. ده عبارة عن زي training sessions و workshops في كذا topics، منهم الماركتينج، الفاينانس، الانتربرينورشيب، السيلف ديفلوبمنت. بديها مجموعة من اصحاب الشركات في الويك كامبس، عاملينه في مدينة زويل في partnership مع iDevelop زويل. الفكره بتاعه فكه يعني بتختصر في ان انت بتحاول تستغل الفكه اللي موجود او كسر الجنيه اللي موجود في الهايبر ماركت، وبنوديه في خدمه المجتمع عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه الحاجه اللي هي الخيريه او الجانب الخيري، ان احنا بنوديه الدعم ده او الفلوس دي بنوديها الى حد ما في اماكن احنا واثقين منها، زي مستشفى 57 مجدي يعقوب، زويل، الكابت، الاورام، اللي ما عليهاش اي خلاف او محدش يقدر يشكك في نزاهتها. الجانب الثاني اللي هو الجانب التنموي او التطوير، ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل مشاريع سواء صغيره او كبيره، هدفها انها الى حد ما تنقل مصر خطوه لقدام، سواء بقى مشاريع احنا بنبتكرها او احنا بننفذها، او حد من الشباب عنده فكره او اختراع او نموذج معين شايف ان هو ممكن ينقل مصر لخطوه كويسه، فبنحاول احنا ندعمه او نستثمره اما بالجهد المادي او بالجهد المعنوي. الحاجة الثالثة ان احنا طول ما احنا شغالين طول السنة بنعمل زي partnerships او زي تعاون مشترك ما بيننا وما بعض المؤسسات او المنظمات التانية، على رأسها ايزك، IEEE، انكتس، في كذا حاجة يعني. فبنشتغل مع بعض طول السنة في projects مشتركة، الهدف منها برضو ان احنا الى حد ما بنوعي الشباب في كذا جانب، سواء جانب تعليمي او جانب يعني حاجات في التطوع، ازاي تنقل البلد لخطوه كويسه، حاجات للفكره بشكل عام. احنا عددنا يتراوح ما بين 100 ل 150 في جامعه واحده، جامعه مصر. المفروض ان شاء الله في الترم الثاني هنفتح في الجي او سي والاي او سي في جامعه القاهره وعين شمس، وان شاء الله السنه اللي جايه مخططين احنا ان شاء الله يبقى في مصر كلها.